ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعنا التدريب البدني الفني على شكل رسوم، ونضع الآن الشكل المتحرك. الشكل المتحرك أنا برأيي هو الأحسن والأسهل للفهم، لكن يجب أن يتوافق مع بعض الشرح، لأن الشرح مهم عشان المدرب يدرك بالضبط ما مطلوب من عنده بس، ويشتغل المدرب على هذا المفهوم مع لاعبيه، أو يشتغل المحاضر مع المشاركين في الدورات التدريبية. تمرين بسيط جدا، نحرك الآن بطيء أول مرة ندي، نزيد من السرعة فقط للشرح ليس إلا، فمناولات تبادل المناولات كلها، والمسافات محسوبة حاسبها المدرب حساب جيد، وتبدي المناولات بين اللاعبين. بسيط، مناولة تعادل مناولة، المسافات محسوبة بدون علامات، تقدير من اللاعبين. مناولة وتبديل المركز، استلام دحرجة، مناولة أي ما تناول تبدل مركزك. 4 13 ناولة، الستة 15 راحوا خلف مجموعتهم. 6 و15 ناولة إلى 17 و8، هيئة 15 و6 ل8 و17 وراحوا خلفهم. إذن إن ما تناول تروح خلف المجموعة إلا هذه الكرة الأخيرة، تناول للمجموعة وتنتقل عكس المجموعة. شوف، ناول المجموعة اللي بجهته وانتقل إلى المجموعة بالجهة الأخرى. نزيد من السرعة فريم واحد يعني عشان يكون واضح، التمرين يكون هكذا. المسافات ما وضعت علامات، يعني كما قلت في التمرين اللي رسمته رسم، إنه بعض الأحيان إحنا نحتاج تقديرات اللاعبين. شنو التقديرات يعني؟ هسه تقديرات من 9 و18، كم المسافة اللي يدحرجوها حتى تسمح لهم لمناولة الكرة؟ تقديرات من 1، أين يلعب الكرة؟ مثل 1 إلى 4 شخص، 4 أين يلعب الكرة؟ 1 أين يلعب الكرة؟ 4 كم؟ و13 يدحرجون، كم المسافة يناولون؟ يعني التقديرات ترتبط بمفهوم يسمى، أنا أقوله بالإنجليزي بعض الأحيان، يعني الإنجليزي صعب، awareness of the space، يعني الاهتمام بالفراغ اللي تلعب بيه أنت. والاهتمام بالفراغ اللي تلعب بيه أنت باللعب الحقيقي ما تحدد علامات، وإنما تحدد تقديرات. فتقديرات اللاعبين هنا تكون مهمة. هذا يعني السبب الرئيسي لوضعي للفعالية من الحركة هو هذا. فقد المسافات اللاعبين يقدروا، قد يكون لاعب يمرن من مسافة 15، لاعب يمرن من 10، لاعب يمرن من مسافة 12، تترك للاعبين، لأن هم تقديراتهم هي الأساس فيما يعرف بتطبيقات التكتيك. زين، وهذه هي عامل مساعد على النجاح، التقديرات الصائبة هي اللي تحقق النجاح. دائما وأبدا أقول إحنا نضع الفكرة وأنتم تابعون الفكرة إن شاء الله، وإذا عجبتكم طبقوها، مع أنه أنا أرغب خصوصا لما أتكلم عن المدربين العراقيين، لأن من بلدي ما أضع ريكومنديشن للآخرين، كلهم أولادي وأصدقائي وأبنائي وتلاميذي، وأتمنى لهم الموفقية كما أتمنى ذلك للعرب جميعا. وأن سبحانه وتعالى يعيد رمضان المبارك على الجميع بالخير واليمن والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم.
شكرا جزيلا.